السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد اليوم. واليوم مثل العادي في عنا تمارين جديدة أو في عنا موضوع جديد. التمارين تبعنا سهل كتير لليوم، يعني ما كتير معقدة. منعير على الميقاتية 20 ثانية سكوات، تمام؟ سكوات شاغلينه كتير، وبعد منه 10 ثواني فورا في راحة، 20 بعشرة. والموضوع هذا لازم نعمله 8 مجموعات، تمام؟ بغض النظر عن التكرارات، كم مرة أنا بدي أعمل، بس هذا لا يعني إنه أنا بعمل مرة تنتين ثلاثة واستنى العشرين ثانية ليخلصوا. مطلوب مني إني أعمل بعشرين ثانية سكواد قد ما فيني، يعني يضل أنزل وأطلع قد ما فيني، تمام؟ وبعد منها 10 ثواني راحة، تمام؟ هذا المطلوب مننا لليوم. جهزوا حالكم كتير منيح، اعملوا احماء وخلينا نبلش. والمطلوب منا هو انه مثل العادة نشرب مي اثناء التمرين، كتير مهم. وميقاتية على الجوال بساعة اللي هي نحسن نراقب الوقت. ميقاتي هون، عملنا احماء وانا جاهز لبلش فورا. كمان هون شهيق وزفير ما ننسى. كمان الشروط المطلوبه بالسكوات كمان حكينا عليها كثير، كمان رح اذكرها هلا لانه فينا نحكي. 10 ثواني راح نكتب هون كمان مرة انه يكون اتجاه الركب مع اتجاه اصابع الرجلين، تمام؟ بحيث ما انه افتح اصابع الرجلين برا والركب يفوتوا لجوا. والظهر جالس. 2 نفسوا كثير منيح، حركوا رجليكم باثناء الراحه، كثير مهم هالشيء هذا. طبعا انا بالميقاتيه عندي في بحدد عدد الجولات، يعني انا ما في داعي اكتب، بس يعني انتم مشان ما تتخربطوا في برنامج على الجوال فيكم تعملوا هالقصص هاي، تحددوا كم جوله وتحددوا وقت الراحه. اللي بده اياه يخبرني على التعليقات. جولي كمان. جولات. لا والله يا ربي 4. لا والله 3. هاي هلا مع هاي بيضل، او هاي والله نسيت، مو ما علينا. مكتب لي على الميقاتية 3، انا بنسى يا اخي. سنتين. آخر جولة. هاي فلات الميكروفون. يمكن بدي اعمل هلا اخر جوله. ها
عشان هيك حلو يكون في ميقاتي بتسجل هالقصص هاي او الواحد يكتبهم. اخر راحة، اخر 10 ثواني راحة. مثل ما شفنا هذا كان كل شيء لليوم، يعني الموضوع مو صعب، يمكن التكرار صعب. تمرين السكوات كني بويغا هذا واحد من التمارين الاساسية اللي لازم دائما يكون موجود، تمارين هذا كثير يعتبر من الاساسيات، تمام؟ فمشان هيك هو والاوصفة اللي شغلتها مع تعديل الرجلين، هدول التمارين دائما دائما لازم من المفروض يكونوا موجودين. ممكن الواحد يعمل راحة منهم فترة معينة بس بيرد بيرجع لهم مرة ثانية، لأن هي تمارين كثير كثير مهمة. فما في مشكلة نحن إذا بالبيت بنعمل لنا 100 وحدة 150 وحدة طبعا ضمن وقت معين كثير منيح. ف إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. لا تنسوا مثل العادة لايك للفيديو واشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بنلتقي بفيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلامات.